أسعد الله مساكم مشاهدينا، أهلا وسهلا بكم إلى برنامج تساؤلات. هذا المساء نخصصه للحديث عن القطاع الفلاحي والجلسات الوطنية الفلاحية، حيث عبر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون عن ارتياحه مما تحقق في القطاع الفلاحي، حيث كشف عن تحقيق 14.7% من الناتج الداخلي الخام سنة 2022. وأكد السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أنه ليس ببعيد عن الجزائر تحقيق استقلالها الغذائي في غضون سنتي قول 2024 و2025، وذلك بخطوات بسيطة وسهلة. إذن كما تتابعون مشاهدينا الكرام، في هذه الأثناء وصول السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إلى قصر الأمم بنادي الصنوبر، وفي استقباله كبار المسؤولين في الدولة للإشراف على افتتاح الجلسات الوطنية. نقف اليوم بارتياح على ما تحقق من نتائج إيجابية خلال السنوات الأخيرة، حيث ساهم قطاع الفلاحة بأكثر من 14.7% من الناتج الداخلي الخام في سنة 2022، وبلغت قيمة الإنتاج الفلاحي حوالي 4550 مليار دينار، أي بزيادة في قيمة الإنتاج بقدرة 38% مقارنة بسنة 2021. كما بلغت نسبة تغطية الاحتياجات الغذائية من الإنتاج الوطني إلى 75%، وأصبح القطاع الفلاحة يشغل أكثر من 2,700,000 عامل. شاعر أننا ما نشبعت بزاف على الاستقلال الغذائي نتاعنا، ما نشبعت، خصنا برك غير خطوات نديروها ونديروها بيقين، ما نديرهاش مرغم ولا نديرها لان قالوا لي ديرها، نتيقن وتشوف. الى ما وصلنا السنه ان شاء الله 2024 2025 باكتفاء ذات. اليوم راكم تشوفوا واش راه صاري في العالم، الندره بدات تمس حتى اوروبا، حتى الدول المنتجه بدات تمسها الندره في بعض المواد. إذن الإنسان اللي يبغي يمشي رافع راسه ويقول كلمته، إيه لازم يضمن التغذية نتاعو. إذا كنت تحوس يعني تدافع عن المستضعفين وعلى الدول المستضعفة وتقول كلمة الحق وأنت قابضينك بالتغذية نتاعك، نتمنى إن شاء الله باش كل التدابير التقنية اللي تكلمنا عليها سابقا تطبق، لأنها هي الحل باش نوصل 9 ملايين. إذا للحديث عن هذا الموضوع دعوني أرحب بضيفي في البلاطو الأستاذ منيب أوبيري، رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين الزراعيين الجزائريين. مساء الخير، أهلا وسهلا بك. مساء الخير وشكرا للاستضافة. شكرا لك. عبر تقنية سكايب يلتحق بنا البروفيسور مراد كواشي أستاذ الاقتصاد بجامعة أم البوقي. مساء الخير أستاذ، أهلا وسهلا بك. مساء الخير لك أخي العزيز، شكرا لك على هذه الدعوة، تحية طيبة لك ولضيفك الكريم وللمشاهدين عبر النهار. شكرا. كذلك بعد قليل يلتحق بنا عبر الهاتف السيد إبراهيم جريبية، رئيس الغرفة الفلاحية لولاية العاصمة الجزائر. البداية ستكون بضيفي في البلاطو الأستاذ منيب أوبيري بالحديث عن هذه الجلسات الوطنية للفلاحة. ما مدى أهمية هذه الجلسات أستاذ، خاصة في ظل الآن متغيرات كثيرة
تحصل فيها العالم في ظل أزمات تلقي بظلالها على الأمن الغذائي للعديد من الدول في العالم. الحمد لله الجزائر حققت نتائج ومؤشرات إيجابية في قطاع الفلاحة. وبالحديث عن الأمن الغذائي، كسؤال أول، ما مدى أهمية هذه الجلسات الوطنية للفلاحة؟ على كل حال، بعد بسم الله الرحمن الرحيم، يعني اليوم الجلسات الوطنية للفلاحة أعتقد أنها جات باش كما يقولوا تقف عند الانجازات وتصحح كما يقولوا احنا ممكن الـ 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 الاشياء اللي لم تحقق بعد، اللي ما وصلنا لهاش على كل حال في اهدافنا. جاء وقتها مناسب صراحه، وخاصه وزنها قوي لانه السيد رئيس الجمهوريه اشرف عليها ورعاها رسميا بحضور كافة الوزراء، بحضور الإطارات الدولة، جهاز تنفيذي، شيء يعني شيء مهم جدا، راح يخلي يعطي دفعة قوية للقطاع ولمسؤول القطاع وللمهنيين بصفة خاصة اللي هما فلاحين اللي هما شركاء كامل في هذا القطاع، باش يؤدوا دور أفضل، وباش يسهروا على تطبيق كما نقولوا احنا الميكانيزمات الجديدة والاستراتيجية الواضحة المعالم حتى وعلى مدى متوسط وبعيد. وإنما لازم هذا التجديد، أنا أعتقد أنه تجديد الدماء وتجديد الروح في هؤلاء يعني كما نقولوا القائمين على القطاع والصاهرين على رفع المستوى المردود والسهر على الإنتاج إلى غير ذلك. أنا حضرت لخطاب السيد رئيس الجمهورية، صح كان مؤثر، السيد رئيس الجمهورية ملم بكافة كما نقولوا احنا العراقيل التي تواجه قطاع الفلاحة، كذلك فخور بأداء الفلاحين. يعني تشوف لما تعرف الناتج المحلي الخام اللي يفوق 14.7، ممتاز. نعم، يعني شيء شعري يبشر بالخير. يعني كاين في إنجازات، ما نقولوش ما فيش إنجازات، فعلا ما زلت فيه نقائص، ولكن أنا أعتقد تكاثف الجهود يعني ومواصلة العمل بنفس الوتيرة أو أكثر يقدر يوصلنا إلى الأمن الغذائي اللي يتكلم عليه السيد رئيس الجمهورية خلال سنة 2025، وما ذلك على الله بعزيز، يعني نقدر نوصله فعلا إلى الاكتفاء في بعض المنتجات الفلاحية. سنتحدث عن هذه النقطة. نقطة جد مهمة. ضيفي عبر سكايب مراد كواشي أطرح عليك سؤال. بروفيسور، الآن الفلاحة تمثل 14.7% من الناتج الداخلي الخام، قراءتك لهذه النتائج والمؤشرات الإيجابية في القطاع الفلاحي الآن للجزائر الآن تعول عليه كثيرا عندما نتحدث عن فك الارتباط بعائدات المحروقات؟ أستاذ مراد كواشي، أظن أننا فقدنا الاتصال مع البروفيسور مراد كواشي. أعود إلى ضيفي في البلاتو. أستاذ، الآن بالحديث ربما عن استراتيجية للاستمرار في هذه النتائج الإيجابية عندما نتحدث عن القطاع الفلاحي، ربما عندما نتحدث عن التوجه إلى طرق علمية يعني بعيدا عن الطرق التقليدية. يعني فعلا التحدي كبير والرهان كبير. الاستراتيجية هو لتحقيق الأمن الغذائي، هو التوجه نحو يعني الزراعات الاستراتيجية، نبتعد عن الطابع ربما التقليدي ونتجه نحو الطابع العلمي ونتجه إلى نظرة عصرية لهذا الخطأ. تكلموا على اتباع التقنيات الحديثة والتكنولوجيا الحديثة، المسار التقني السليم في يعني متابعة المحاصيل تاعنا والمزروعات تاعنا، سواء في الحبوب سواء في المجالات الشعب الأخرى. نتبع كذلك الرقمنة اللي تكلم عليها السيد الرئيس، مهمة جدا الرقمنة في هذا القطاع للإحصاء، إحصاء الثروة الحيوانية، لإحصاء يعني النقائص تاعنا، لإحصاء المساحات الغير مستغلة حتى نستغلها، لمتابعتها بالدرون إلى غير ذلك. شيء مهم اليوم اتباع والاستعمال التكنولوجيا الحديثة
في تطوير قطاع الفلاحة وفي وضعه تحت تصرف قطاع الفلاحة حتى كما يقولون نحقق الأهداف المرجوة في كما يقولوا في زمن قريب. يعني احنا كمهندسين زراعيين يعني نعتقد انه ذلك ماهوش صعيب وانما يعني توفير الآليات المناسبة. طيب. توفير يعني كما يقولوا الدعم اللائق لكافة الجهات اللي تعمل على طيب. العمل بهذه الآليات. طيب بروفيسور معنا أطرح عليك سؤال، كما قلت قبل قليل أنه الفلاحة الآن تمثل 14.7% من الناتج الداخلي الخام، قراءتك لهذا النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها، خاصة أنه الآن الجزائر تعول كثيرا على هذا القطاع الهام، القطاع الفلاحي لفك الارتباط كما قلت بعائدات المحروقات؟ نعم، هناك تطور ملموس في الإنتاج الفلاحي الحيواني أو النباتي، وأيضا في مدى مساهمة القطاع الفلاحي بشكل عام في الناتج الوطني الخام. حوالي 14.7 هي نسبة مساهمة القطاع الفلاحي في الناتج الوطني الخام، وهي نسبة معتبرة وفيها تطور. في ربما في أعوام ماضية كانت نسبة لا تتعدى 12%، الآن هي قاربة 15%، هذا تطور ملموس. هناك تطور من ناحية الإنتاج ايضا، هناك تطور من حيث عدد العماله في هذا القطاع، كما قال السيد رئيس الجمهوريه هناك عدد كبير من الشباب الان يشتغلوا في القطاع الفلاحي، حوالي 2.7 مليون شخص يشتغلون في هذا القطاع. أعتقد أن هذا جاء تتويجا للإجراءات التي والتدابير التي اتخذتها الدولة الجزائرية في الآونة الأخيرة، نتكلم على الترخيص مثلا باستيراد الآلات والمعدات الفلاحية، نتكلم على إنشاء بنك البذور والذي يعتبر خطوة هامة لتحسين نوعية وجودة وكمية الإنتاج الفلاحي والحيواني، لكن بالنظر إلى الإمكانيات التي تمتلكها الجزائر وبالنظر إلى ربما إلى فاتورة مثلا استيراد الجزائر من الحبوب ومن الحليب، نستطيع القول أننا بالإمكان تحسين هذه الإرقام بشكل كبير. يعني الجزائر الآن عندها إمكانية كبيرة في القطاع الفلاحي، ولكن أعتقد أن هناك مشاكل كبيرة أصلا ما زالت تحول دون مساهمة أكبر للقطاع الفلاحي في الاقتصاد الوطني وكسر الارتباط بالمحروقات. نذكر مثلا مشكلة العقار، مثلا في الجزائر تقريبا عندنا 49 مليون هكتار، لكن للأسف المستغل منها هو أقل من 9 مليون هكتار، أما المساحة النسبية فهي قليلة. طيب سنعود إليك بروفيسور، يرفع على مستمعينا أذان صلاة المغرب. الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة على الفلاح
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. تقبل الله صلاة الجميع. عودة لاستكمال البرنامج مع ضيوفي وإلى ضيفي في البلاطو الأستاذ منيب أوبيري رئيس الاتحاد الوطني المهندسين الزراعيين الجزائريين. أستاذ عندما نتحدث عن رهان الأمن الغذائي هذا الرهان اللي هو في أولويات كل الدول والحكومات في العالم وفي صلب استراتيجيتها، الجزائر الحمد لله تقترب إلى أمن غذائي مريح كما قال السيد الرئيس، إذا توصلنا إلى معدل الإنتاج الوطني في حدود 35 قنطار في الهكتار الواحد. طيب أنتم كمهنية القطاع كمهندسين زراعيين ربما ما هي الاستراتيجيات الواجب اتخاذها للوصول إلى هذه الأرقام؟ يعني بالعودة إلى يعني الأهداف المسطرة من خلال ورقة طريق وزارة الفلاحة والتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بطبيعة الحال بالاهتمام أكثر بالزراعات الاستراتيجية وعلى رأسها يعني الحبوب، كذلك الزراعات الصناعية التحويلية اللي في الصحراء واللي تأسس على جالها يعني ديوان وطني خاص بهذا تطوير الزراعة الصناعية في الجنوب اللي تعنى بالزراعات الزيتية والزراعات السكرية، نتكلم على مثلا السلجم الزيتي أو عبد الشمس، وكذلك البنجر السكري اللي يعنى لتوفير السكر إلى غير ذلك. هذا الخطة اللي مرسومة من قبل وزارة الفلاحة طبيعة الحال لازمها وقت، يعني نتكلم مدى متوسط وبعيد. نتكلم على الحبوب، الحبوب في الشمال يعني المردود لا يتجاوز الآن لا يتعدى 20 قنطار في الهكتار نظرا لعديد العوامل، منها عوامل مناخية، منها كذلك عوامل أخرى اللي تتعلق بعدم اتباع المسار التقني الصحيح والسليم. هذا يرجع دور المختصين فيه اللي باش يأطروا ويساهموا في تحسين المردودية إلى غير ذلك، لكن تطوير والوصول إلى هدف يعني في الشمال اللي هو 30 قنطار أو 35 قنطار بالنسبة لنا كمختصين وكمهندسين نقدر نوصل له يعني بالعمل باتباع الأساليب التقنية بتوفير ولا باستعمال الأسمدة إلى غير ذلك. يعني هنا بالسقي التكميلي اللي تكلم عليه السيد الرئيس اليوم في حالة الجفاف وفي حالة نقص الأمطار، في استغلال المياه الموجودة في السدود إلى غير ذلك، أحسن استغلال يعني الموارد المائية مهمة جدا في إنجاح يعني شعبة الحبوب ولا زراعة الحبوب. بالنسبة للجنوب نتكلموا إلى معدلات تفوق 60 قنطار في الهكتار، وإحنا شهدناها ولقيناها عند بعض المستثمرين. فعلا فيه كما نقولوا إحنا فيه كما قال السيد الرئيس اليوم ما نقولوش تقصير، ولكن فيه ما كانش حرص واهتمام أكثر لزيادة الإنتاج لفوق حتى 80 قنطار لما لا 100 قنطار في مثل ما هو موجود في الدول الأجنبية وفي أوروبا. إن شاء الله أنا أقول توسيع رقعة الإنتاج، لما الآن الوزارة حطت نصب عينها أنها تطهر العقار الفلاحي كما يقولوا، ترجع العقار الفلاحي لأهله وترجع الأرض لمالها، يعني نقدروا نستغلوا أكبر مساحة بصفة عقلانية بطبيعة الحال بمتابعة وبإشراك المهندسين، يعني استغلال أهل الأرض للفلاحة، ما يكونش فيه بزنسة في العقار وما يكونش فيه تلاعبات. هنا على الأقل نكونوا حطينا القطار في السكة، تبقى فيه آليات أخرى اللي هي استغلال الموارد المائية، فعلا لازم نعرف نسير الموارد المائية وغيرها اللي هي اختيار البذور وأمور أخرى كثيرة نتكلم عليها إن شاء الله. يلتحق بنا عبر الهاتف سيد إبراهيم جريبية رئيس الغرفة الفلاحية لولاية العاصمة الجزائر. مساء الخير، أهلا وسهلا بك سيدي. مساء النور أستاذ، مرحبا بك. أهلا بك أستاذ أنت على المباشر. الجزائر والدول الجزائرية تولي اهتمام كبير للقطاع
الفلاحي، هذا القطاع الهام وصمام أمان يعني كبير عندما نتحدث عن الأمن الغذائي، خاصة في ظل هذه الأزمة الدولية التي تلقي بظلالها على الأمن الغذائي في العديد من الدول. طيب الدولة التي اتخذت قرارات جد هامة وتعليمات جد هامة لمرافقة الفلاحين المهنيين القطاع، أنتم كمهنيي القطاع يعني ثممتم هذه القرارات لمساعدة الفلاحين من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي. شكرا أستاذ. يعني الجلسات الفلاحية هذه اللي عقدت اليوم تحت رعاية رئيس الجمهورية جت في وقتها، يعني جت في وقتها، خاصة في الوقت هذا الراهن اللي موجود على مستوى الدولي. رئيس الجمهورية يعني تكلمنا بصراحة وقالنا أنا نحب الفلاحة، هكذا يعني بالعبارة قال لك أنا نحب الفلاحة، ويعني ودرنا مجهودات كبيرة، لا لازم لا ننكروا يعني المجهودات اللي درناها في الفلاحة، ولكن نقدروا نوصلوا للأمن الغذائي. كان بعث في اليوم في الخطاب تاعو بعث رسالات مهمة، بعث رسالات درنا ورقة طريق لكل المهنيين والموالين يعني، وتكلم باللي الفلاحة يعني تشارك ب 14% في الناتج الداخلي الخام، هذه جايه في المرتبه الثانيه بعد المحروقات اللي يشارك ب 20%. هذا يعني وكان يتكلم يعني بواحد، تكلم على الحبوب، تكلم على العقار، تكلم على الدواجن، تكلم على الفلاحه الصحراويه، تكلم على السد الاخضر، الحبوب تكلم خاصة عن الحبوب، هو الرهان تاع الحبوب باش يكون عندنا اكتفاء ذاتي وقادرين يعني. وتكلم قال بلي الجزائر عندنا كل قدرات يعني تاع ماء، قدرات بشرية، عندنا السمش. تكلم على هنا في الشمال ما نفوتوش كما كان تكلم الآن زميلي بيري، ما نفوتوش 20 قنطار في القطار، واللي رئيس تكلم قال لك نوصلوا 30 قنطار حتى 35 قنطار في القطار، ولكن هذا احنا مرهون الانتاج بتساقط الامطار، التغيرات المناخيه لازم نتاقلموا مع الوضعيه السلبيه تاع التغيرات المناخيه هذه اللي كانت احنا في المؤتمر العربي اللي نعقد في اتكلموا عليه في الكوب 27 نعقد في مصر، دونك التحولات هذه في العالم. لكن احنا الجزائر موجوده في منطقه شماليه وين رانا في منطقه جفاف، كنا سمي شبه جفاف، دونك انا في الجفاف. هنا لازم في الشمال الدوله دعم اكثر السقف التكميلي في حاله يكون شح تاع الامطار باش نوصلوا شنو يعني المنتوج المنشود به. ولكن يعني عندنا تكلم ايضا عن الفلاحه الصحراويه، عندنا كنز قليل اللي عنده في ضربه قدروا يعني بلاش نسمي المناطق ولا نتكلم على اضرار عندنا ما بين أضرار وأولاف، عندنا مليون قطار هكذا. طيب. نقدروا على الأقل نجيبوا 6 مليون طن. أنا تكلمت بالهذا الأخر الناس لك على تقول الرقم هذا. شكرا. 6 مليون طن. ورئيس الجمهورية قال لك لازم نفوتوا 60 قنطار في القطار. يعني قادرين وتكلم باللي عطى المثل وين بلدان أوروبية تجيب 100 قنطار في القطار. يعني بكل سهولة قادرين يعني. إن شاء الله بالتوفيق إن شاء الله لكل الفلاحين والمهنية القطاع إن شاء الله. يعني والله رجاء يعني هذول الزاسيز هذول الجلسات جاوا في وقت يعني مهم جدا، وين راح يعني وتكلم يعني على أقرب وقت عامين ثلاثة
عندنا كل إمكانيات. إن شاء الله إن شاء الله. شكرا شكرا جزيلا لك إبراهيم جريبية، رئيس الغرفة الفلاحية لولاية العاصمة الجزائر، على هذه المدخلة عبر الهاتف. تحول إلى ضيفي الأستاذ البروفيسور مراد كواشي. عندما نتحدث دائما عن القطاع الفلاحي وأهميته، عندما نتحدث عن الاقتصاد، السيد الرئيس تحدث وقال بأن الدولة مستعدة لتمويل مشاريع الصناعات المتصلة بالفلاحي إلى غاية 90%. مدى أهمية ذلك عندما نتحدث وانعكاساته على الاقتصاد الوطني؟ نعم بالتأكيد هو قرار مهم جدا، لأن من أكبر مشاكل القطاع الفلاحي هو مشاكل التمويل. يبقى مثلا إذا طرحنا سؤال، ما هي مدى مساهمة البنوك الآن الجزائرية في تمويل الفلاحة؟ هي مساهمة ضعيفة، وتعلمون جيدا بأن الفلاحة تعتبر قطاع استراتيجي. من خلال تطوير الفلاحة يمكن أن نطور الصناعة، ويمكن أن نطور أيضا التجارة. عندما تطوير الصناعة من خلال تطوير صناعات تحويلية غذائية، وتطوير التجارة من خلال زيادة الصادرات الفلاحية إلى مثلا إلى دول الجوار أو دول الأخرى. أعتقد أن الجزائر إمكانيات كبيرة وكبيرة جدا، وهي هو القطاع الفلاحي شهد تطور ملموس في الآونة الأخيرة، من كما قلنا من خلال مساهمته في الناتج الوطني الخام وعدد العمالة التي تشتغل في هذا القطاع. لكن بالنظر إلى الإمكانيات التي تسهر بها الجزائر، أعتقد أننا ما زال هناك عمل كبير لينتظرنا، خاصة من خلال التركيز على شعب معينة. رئيس الجمهورية في كل مرة من خلال يتكلم على القطاع الفلاحي في آخر مجلس الوزراء ذكر بضرورة رفع مثلا إنتاجية القنطار الواحد من القمح إلى أكثر من 30 الهكتار الواحد من القمح، من الهكتار الواحد إلى أكثر من 30 قنطار من القمح، وهذا رقم ربما نستطيع تحقيقه بسهولة إذا ما تم عصرنا في القطاع. يجب اعتماد الوسائل الحديثة والمتطورة، تقنية الري الحديثة والمتطورة، واستعمال الآلات، ويجب أن نأخذ دائما مثلا من ولاية الواد أنموذجا. ولاية الواد هي ولاية صحراوية، لكن في السنوات الأخيرة وخاصة بفضل القطاع الخاص في هذه الولاية، استطاعت هذه الولاية أن تساهم بنسبة كبيرة في الإنتاج الفلاحي هنا في الجزائر وتصدر إلى الخارج. إذا أعتقد أن الإمكانيات هنا كبيرة جدا، لكن هناك مازال العديد من المشاكل يجب إيجاد حلول لها. نتكلم على مشكل العقار، مشكل الرقمنة، ووضع نظام معلومات دقيق، لأن للأسف الشديد ليس لدينا أرقام دقيقة مثلا على الإنتاج الحيواني أو الإنتاج النباتي، وحتى هناك أرقام متضاربة تصدر بين الفينة والأخرى وحتى من جهات رسمية وهي أرقام متضاربة. كما قلنا مشكلة التمويل، يجب ربما الرفع من مساهمة البنوك العمومية في تمويل القطاع الفلاحي. نتكلم أيضا على مشاكل السقي، مشاكل الكهرباء، يجب تقديم مساعدات للفلاحين خاصة في المناطق الصحراوية. نتكلم أيضا على مشكل مثلا أو على الدور الجامعات المحلية. الآن الجامعات المحلية لها دور كبير في التنمية، لكن للأسف في القطاع الفلاحي ليس لها دور يذكر في المجتمع البلدية الولاية، هذا بشكل كبير. إذا يجب إيجاد حلول كبيرة للقطاع الفلاحي، لأن القطاع الفلاحي مرتبط بالأمن الغذائي هنا في الجزائر. شكرا أستاذ، كلمة أخيرة لأن وقت الحصة انتهى. على كل حال نقول التحدي كبير، ولكن بإذن الله إن شاء الله لو تكاتف الجهود إن شاء الله ما هوش صعب علينا أن نوصل ونحقه إن شاء الله أمن الغذائي، ونحقه الشعار اللي هو شعار الجلسات اليوم، فلاحة من أجل فلاحة مستدامة، واللي هو شعار الاتحاد الوطني للمهندسين الزراعيين في مؤتمره الخامس إن شاء الله شهر جويلية القادم إن شاء الله. أنا نقول لازم اليوم في أكثر من وقت مضى نتكلموا على مجلس أعلى للأمن الغذائي، هو الكفيل باش إن شاء الله يحقق الشيء هذا كامل نصبه ليه، اللي هو الأمن الغذائي في أقل يعني مدة زمنية. طبيعة الحال تكاتف كل الجهود، يعني كل الناس لازمها تنضم في هذا الخضم، وتسعى لتحقيق السيادة من خلال توفير الأمن الغذائي ولا توفير الغذاء، وإن شاء الله تكون الجزائر هي سلة غذاء إفريقيا إن شاء الله. إن شاء الله وبالتوفيق للجميع. شكرا إن شاء الله. شكرا جزيلا لك أستاذ منيب أوبيري، رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين الزراعيين الجزائريين، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. أشكر كذلك بروفيسور مراد كواشي، أستاذ الاقتصاد بجامعة أم البواقي، وضيفي عبر الهاتف إبراهيم جريبية، رئيس الغرفة الفلاحية لولاية الجزائر العاصمة. مشاهدينا، ختام البرنامج، السلام عليكم.